حتى النهاية. سيزوغار، أنت كصحفي مغربي مقيم في الدوحة وتواكب هذه المنافسات، ما تقييمك للمواكبة الإعلامية لتأهل المنتخب المغربي؟ شكرا الأخ، شكري وتحية مرة أخرى للأستاذ محمد عمور. مواكبة عالمية كبيرة جدا، ليس فقط في قطر ولكن على المستوى العالمي أيضا، وهذا ما استقيناه من مجموعة من الصحف، مواقع التواصل الاجتماعي، القنوات التلفزية. المغرب أصبح الآن على كل لسان. إذا كانت قطر تنظم فإن المغرب هو الذي والممثل الحقيقي للدول العربية في هذه المنافسة. صحيح أن قطر بذلت مجهودا كبيرا على مستوى البنية التحتية، على مستوى الملاعب التي هي الأجمل في العالم، على مستوى الاستدامة، على مستوى الإعداد، لكن المنتخب المغربي يمكن أن يقال أنه جاء لينقذ كأس العالم. نتصور يعني لو خرجت جميع المنتخبات العربية ماذا كيف ستكون الاحتفالية هنا في قطر. الجمهور المغربي أعطى نكهة خاصة لهذه البطولة، وحضوره ووصوله إلى الدور نصف النهائي فأصبح محط إشادة عالمية ليس فقط من